السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم درت لكم فيديو جديد ديال ميلفي، كنتمنى تعجبكم وتكملوا الفيديو إلى الآخر. كنت مزروبة صراحة بزاف بزاف، يعني قطعت قبل من الوقت، خاصة تراه واحد على الأقل واحد 4 ساعات باش الكريمة ديالها تكون قابطة راسها وتجي سهلة في التقطاع. بالحق كنت مزروبة بزاف وقطعتها يعني قبل من الوقت. المهم غادي نخليكم مع الطريقة وتشوفوا الفيديو. دابا البنات غادي ندوزو المقادير. انا خديت لاباط واجده، دابا غادي نبسطها بشويه ديال الدلاك وغادي نديرها في اللاطه وغنحاول نثقبها مزيان ونتقلها بشي حاجه باش ما تنفخش ليا. دابا البنات بعد ما طلقت العجين ديالي غادي نبقى نثقب فيها مزيان، ما تبقى حتى شي بلاصه بلاش باش ما تنفخش ليا في الطياب. من بعد غادي ندخلها الفران، غادي نكون مشعل عليه قبل 10 دقائق ولا 4 ساعات، خصو يكون سخون مزيان. غنشعل على 200، غندخلها 10 دقائق وعاود نقصلها على 170 ولا على 180. البنات اللي عندهم الفران عادي ديال الغاز حتى هو غادي ينقصوا عليه، في الاول يكون مجهد من بعد نقصوا عليه. دابا البنات بعد ما كملت غادي نمشي ندخلها على الفران، نسخنها على 200 درجه كما قلت لكم، من بعد غادي نقص له على 180. درت له هذا الورق هذا ديال المطبخ باش غنحط عليها طاوله اخرى باش ما تنفخش ليا. اللي ما عندوش شي طاوله ولا ما عندوش شي حاجه هكا اللي غتجي يقدو، تقدروا تقلوها باللوبيا او الحمص باش ما تنفخش. هنا يا حبيباتي غادي ندوز لاكريم باتيسيير اللي غنحتاج ميلفي. عندي هنا تقريبا نص لتر ديال الحليب، وعندي جوج ديال لافاني، تقدروا ديروا لافاني ليكيد. عندي هنا جوج ديال البيضات، انا غنديرهم كاملين يعني كامله، ما غاديش ندير الصفر بوحديتو. عندي هنايا السكر على حسب الذوق ديالكم، هنايا عندي ثلاثه تقريبا 4 المعالق ديال السكر، وعندي هنايا مايزينا غندير جوج المعالق ونص ديال مايزينا. دابا درت هذوك جوج بيضات هنايا، الحليب درتو فوق البوطه، غادي نزيد عليها جوج ديال لافاني وغنزيد عليه النص ديال هذا الكاس ديال السكر باش نص الاخر نزيدو هنايا مع البيض. غادي نخلط داك البيض مزيان، نزيد عليه السكر، غادي نزيد عليه النشا مايزينا، بقا نزيد شويه بشويه حتى ندخلو فيه حتى يندمجو ليا. كنبقى نمزج فيهم بحال هكا مزيان، مخصش يبقى عندي حتى شي كبيبات، خصو يبقى سائل بحال هكا. دابا غادي نبقى نزيد الحليب شويه بشويه ونبقى نحرك باش ما يطيبش ليا البيض. صافي دابا غادي نردو فوق البوطه ونقص عليه العافيه ونبقى مع التحراك نحرك نحرك حتى كيبدا يتقال ليا الخليط. كنبقى نحرك في لاكريم ديالي بحال هكا حتى كتولي ليا ثقيله بهذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الزبده، نصف معلقه صغيره ديال الزبده، ما تكثروش الزبده حيت غتولي كريم موسلين. ندير غير شويه باش تعطي داك اللمعان ديالها، نبقى نحرك مزيان باش تذوب ديك الزبده. نحط لاكريم باقا سخونة، نحط
كتجيش خفيفه بزاف وما كتجيش ثقيله. دابا بعد ما ذابت ليا الزبده غادي نديرها فشي حاجه ديال الدجاج وغادي ندهنها بواحد شويه ديال الزبده. كما كتشوف ما فيها حتى شي كتاكلات، كتجي لذيذه بزاف صراحه واخا ما فيهاش البيض بزاف. دابا غندير لها شويه ديال الزبده، غندوزها لها من الفوق غير شويه باش ما ديرش ليا شي قشره من الفوق. دابا حبيباتي غادي نغطيها بالسلوفان وغندخلها للثلاجة نخليها حتى تبرد مزيان، من بعد عاد غنخرجها نكمل ليها الكريمة. السلوفان ما غاديش نديرو بحال هكا من الفوق، لا غادي نديروها كامل الداخل باش ما كدير ليش حتى شي قشور. دابا غادي ندخلها للثلاجة باش تبرد ومن بعد نطلقها. هنا يا حبيباتي عندي كريم شانتي، تقدروا تستعملوها، عندي ليكيد تقدروا تستعملوا كريم شانتي العاديه الغبره. بالحق يكون الحليب بارد مزيان، وهاد لاطاس فاش غادي ديروه هما ودي فوي ديال التراب يكونوا باردين مزيان. عندي هنايا 200 غرام، غنطلعها مزيان حتى كطلع ليا، من بعد غادي نخرج الكريم باتيسيير من الثلاجة وغادي نزيدها عليها بشويه بشويه. هادي كنديرها في الثلاجة ولا الا كنتي مزروبة ديرها في الفريغو حتى بردات مزيان هي، وهذوك باش غادي نطرب باش تصدق ليا وتطلع ليا مزيان. الكريمة ديالي حبيباتي وجدات، خاصها تجيبها الشكل تكون ثقيله، يعني قد ما كانت بارده بزاف قد ما كتصدق مزيانه وكتكون طالعه. شو كما تسيح ما كتسيحش من المره. دابا غادي نمشي نجيب لا كريم باتيسيير اللي كنت دايره في الثلاجه باش تبرد ليا مزيان، وغنبقى نزيد على هاد الكريمه شويه بشويه. يعني تقدروا تزيدوا عليها النكهه ديال الكراميل، تقدروا تزيدوا عليها بخالينات، تقدروا تزيدوا عليها اللوز مطحون، يعني الاختيار كيبقى لكم. انا اكتفيت بنزيد عليها الكريمه. وما تنساوش الا كانت عندكم الكريمه مسوسه تزيدوا عليها سكر كلاصي ضروري باش ما تكونش مسوسه. هنايا البنات غادي نخدموا الطبقه الاخيره ديال الملفي اللي هي الفوندو. هنايا عندي 225 غرام ديال سكر كلاصي، تقريبا كاس كبير ديال الماء. عندي هنايا حامضه معصوره، وعندي 15 مليلتر ديال الحليب ديال الماء ديال الماء ماشي الحليب، وعندي قبيصه ديال الملحه. هنايا غنزيد الحامض، غنزيد كالقبص تاع الملحه باش تنكسرو شويه داك الحلاوه غير شويه، والماء كنبقى نزيد شويه بشويه. كنبقى نخلط 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 مزيان حتى كيبان ليا اللون ديالو ولا بيض. كنبقى نحركو فيه نحركو فيه مزيان حتى يندهن. البنات هنايا الكريم باتيسير خرجتها من الثلاجة، غادي نطربها واحد شوية. غنبقى نزيد الكريمة شوية بشوية وغنبقى نخلط حتى يندمجو ليا. الكريمه ديالي بعد ما مزجتها بالكريم باتيسيير ما تصورش البنات شحال كتجي بنينه، كتجي لذينه بزاف الصراحه بحال ديال المخبزات. دابا غادي نمشي باش نكمل الملفي ديالي. بالنسبه لاباط فيتي البنات هكا خاصها تجي، خاصها تجي مقرمشه منفوخه ما حتى شي جهه. دابا البنات غادي نبدا نمونطيف ملفي، حطيت لاباط ديالي هنايا، غادي نكب شويه ديال
كريمة نحاول نوزعها. غادي نبقى نوزع في الكريمة هكا عليها كاملة، ماشي مشكل واخا تخرج من الجوانب، يعني من بعد غادي تدريسي. البنات الفوندو غادي نسرحو عليها، حبيباتي وهذا الشكل النهائي ديال الملفي. اهم حاجه في ملفي انها خاصها ترتاح على الاقل واحد 4 ساعات في الثلاجة باش الكريمه تكون قابطه راسها وفي التقطاع ما تكونش صعيبه. انا صراحه زربت عليها بزاف حيت كنت مزروبه. المهم كنتمنى تنال اعجابكم الوصفه، وان شاء الله الى وصفه اخرى. الى اللقاء.